حبايبي شلونكم؟ شخباركم؟ ان شاء الله بخير. كالمتعودين كالعادة من نصور فيديو بداخل السيارة، راح نسوي تغيير بالسيارة. اليوم راح اسوي تغيير مو طبيعي للسيارة، يعني هي رايد لي شوية جرأة، ويعني ما ادري هاي الجرأة اللي جتني شلون، ما اعرف. راح اسوي تغيير داخل السيارة، خارج السيارة العفو، تغيير كلش حلو. واليوم التصوير راح نسويه برا مو بالجراج، بس الفيديو جريء اليوم كلش وقوية، كلش قوية، واتمنى يعجبكم. وكل عادة قبل أن ننطلق تعطونا لايك للفيديو وسبسكرايب، وايضا انطوني رايكم بالتغييرات اللي قاعد اسويها بالسيارة. تعالوا خلنا اشوفكم ايش راح اسوي بالسيارة. سو حبايبي، اليوم احنا هنا، أنا اللي راح اسويه اليوم راح اقسم السيارة من النص. اوكي، خل اجي هنا أنا. هيج راح اقسم السيارة من النص، هذا النص نص السيارة كامل، يعني البانيد نصه والصفحة مع السيارة كلها والظهر مالت النص مالتها ايضا. راح اسوي بيه تقطيعات بالفوليا، عندي فوليا جايبها، هذا هو هذا الخط، راح اسوي تقطيعات بالسيارة، نص السيارة كاملة راح اسوي بيه تقطيعات. راح نبدي وانطوني رأيكم رجاء. اوكي، خل نبدي. اراوي لكم العدة، نحتاج مقص والاشرطة الاثنين، وزائدا عندنا هاي العدة كلش مهمة. اوكي، وراح نبدي يلا. هذا هو الشريط حبايبي. اوكي، اسود مات، هذا الظهر مالته. اوكي، هاي اللزقة. اوكي، خل نبدي.
أصدقائي، وصلنا لنهاية الفيديو، ومثل ما تشوفون هذا اللي طلع وياي. إذا عجبكم لا تنسون بالدعم للقناة، تعطونا لايك وسبسكرايب للفيديو، وأشوفكم بالفيديو الجاي. مع السلامة.